بسم الله الرحمن الرحيم. بنلتقي على خير إن شاء الله مع المحاضرة الثانية من مادة Systems Analysis and Design. النهاردة بقى هناخد ايه؟ النهاردة هنتكلم يا جماعة عن حاجة اسمها Business Process Management. يعني ايه؟ يعني إدارة إجراءات الأعمال. يعني ايه برضو؟ لو أنا عايز يا جماعة اسلوب اداري شامل، عايز احسن من خلاله كل نواحي المؤسسة بتاعتي او الشركة بتاعتي، بحيث ان هي تتوائم او تمشي مع رغبات واحتياجات العملاء. خلاص، يعني من الاخر كده البي ام هي عبارة عن اسلوب. عايز المؤسسة تكون بكفاءة عالية وتكون بفاعليه ممتازه خلاص، وفي نفس الوقت يكون في ابتكار، يكون في مرونه، اربط مع التكنولوجي، اقدر من خلالها ادير اجراءات العمل باستمرار عشان احسن العمليه بتاعتي على مختلف الانشطه. دي معنى البيزنس بروسيس مانجمنت. فبيقول لي nowadays many new IS projects grow out of BBM. يعني في الوقت الحاضر العديد من مشاريع نظم المعلومات بتنمو خلاص من خلال ايه؟ من خلال عملية البي بي ام اللي هي تطوير او ادارة اجراءات الاعمال. طب ايه هي في حد ذاتها؟ هي عبارة عن ميثودولوجي، عبارة عن منهجية used by organizations، منهجية الكثير من المؤسسات بيستخدموها. بس تو كنت نوصلي عشان كنت نوصلي امبروف عشان يحسنوا باستمرار من العملية التجارية الشاملة بتاعتهم. خلاص، طب مش واخد بالي برضو يعني ايه اللي بيحصل فيها. طيب بص معايا كده، هذا الشكل تمام. ادي يا جماعة البي بي ام اللي هي بيزنس بروسيس مانجمنت. من خلالها خلاص انا لازم يكون عندي الاول نوليدج، لازم اعرف البيزنس بتاعي شغال ازاي وعندي التولز اللازمة عشان اشغله. خلاص، ودايما مونيتورنج، اراقب والاحظ سير العمل عندي. خلاص، عن طريق ان انا بستخدم دايما تكنيكس جديدة. هذه التكنيكس لازم يكون جاية عن طريق سكيلز الناس اللي شغالين عندي، اللي انا اصلا مخطط لهم من الاساس ان هم يعملوا على نحو كفء. ادي يا جماعة البيزنس بروسيس مانجمنت. اوكي تمام. طب في عايز بقى اعرف تحديدا هيتم فيها ايه، يعني البي بي ام بروسيس تحديدا هيتم فيها ايه؟ قال لك defining and mapping the steps in a business process، يعني بحدد فيها وخطط للخطوات في العمل بتاعي. طيب ايه تاني؟ creating ways، بشوف طرق to improve on the steps in the process that add value، يعني اي تحسين في الخطوات بتاع العمل بتاعي هتضيف لي قيمه للعمل يا ريت اتبعها. ايه تاني؟ finding ways to eliminate or consolidate، يعني اشوف برضو طرق لايه بقى؟ لاستبعاد خلاص او توحيد steps in the process that don't add value. طب الحاجات بقى اللي ما بتضيفش قيمه، اللي ما بتطورش من البيزنس بتاعي، ابدا اشوف اي طريقه لاستبعادها خلاص، او لو هم كذا حاجه اخليهم حاجه واحده، مش لازم اربع خمسه ستيبس عشان اعمل حاجه معينه وهم يعني تمام. فاذا اي خطوه هتعطلني في العمل، اي ستيب مش هتضيف لي اي قيمه، يا ريت استبعدها خلاص، او على الاقل اختصر هذه الايه الستيبس. طيب ايه تاني؟ creating and adjusting electronic workflows to match
the improved process maps. أبدأ أنشئ وأعدل حاجة اسمها electronic workflows. يعني إيه؟ تدفق يعني إيه؟ تدفق العمل الإلكتروني لمطابقة خرائط العملية المحسنة. يعني إيه؟ بص، أنا راسم خطة معينة عشان البيزنس بتاعي يبقى بيرفكت، خلاص؟ يبقى لازم لازم الحوار ده يتم في سايكل كده، خلاص، زي ما انا راسمها بالظبط. لازم اعمل لها حاجه اسمها ورك فلو، يعني تدفق للعمل، بس هذا التدفق لازم يكون ماتش مع الماب الحقيقيه للشغل. يعني ايه؟ وليكن مثلا انا عامل ايه، انا عامل رسمه الكترونيه او مخطط الكتروني ان العمل يمشي ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4، تمام؟ لازم هذا المخطط الالكتروني يكون تيبيكال مع العمليه الفعليه اللي بتتنفذ على ارض الواقع. مش شرط بقى، او مش جاست ان انا ارسم مخططات واقول تشتغل كذا وتشتغل كذا، طب بيتنفذ ولا لا، ما يهمنيش. لا، لازم اراعي حته تنفيذها، لازم تكون مطابقه تماما اللي بيحصل ايه على ارض الواقع. اوكي، بعد كده بقى عندي بقى كده شوية تعريفات كده لازم اعرفها. حاجة زي business process automation، دخلي بقى برضو دي كلها حاجات نابعة من البي بي ام، خلاص؟ حاجات دي مكملة ليها، حاجات دي بتساعد على ان البي بي ام process تبقى في اعلى مستوياتها. ايه طيب؟ عندي بيزنس بروسيس اوتوميشن، يعني ايه بقى بالعربي كده؟ اتمتت عمليات الاعمال، يعني او اجراءات الاعمال. ازاي يعني؟ دي يا جماعه عباره عن تكنولوجي كومبوننتس، مكونات، او هي بتستخدم مكونات تكنولوجيا ار يوزد تو كومبلمنت اور سبستيتيوت مانوال بروسيس. يعني اي حاجه يدوي تحتمل الخطا، ها، اي حاجة بشرية لو قدرت اخليها اوتوماتيك ان هي تمشي بطريقة آلية ياريت، خلاص. فالبي بي اي انا بستبدل اي حاجة يدوية، بستبدل اي عملية يدوية، بستبدلها بتكنولوجي كومبوننتس، بعمل لها عملية اوتوميشن، خلاص، ياريت تبقى مميكنة، خلاص. واحد يقول لي طب ليه يا عم هي يدوي كده ونأكل الناس عيش وخلاص؟ لا، ما هو ما معلش، انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتعمل بي بي ام للبيزنس بتاعك، يعني عايز تخليه في اعلى مستوياته، اذا ما فيش احتمال لخطأ، خلاص. مش عشان اشغل ناس او عدد كبير يكون موجود، لا، يبقى في اخطاء كتير. لا، انا بحاول بقدر الامكان بوظف التكنولوجي ان الموضوع يبقى فيه اوتوميشن، خلاص. طيب ايه تاني؟ في عندي حاجه اسمها بزنس بروسيس امبروفمنت. ايه دي بقى؟ دي عمليه تحسين اجراءات العمل. طب احنا فوق قلنا هنخليها اوتوماتيك، هخليها تمشي بصفه اليه او مميكنه، هنا بقى ازاي احسن اجراءات العمل؟ اني انشئ او creating new redesigned processes to improve the workflows and or utilizing new technologies enabling new process structures. يعني ايه؟ يعني اي انشاء لعمليات جديدة يا جماعة انا بتارجت بيها ان احسن سير العمل بتتم في البي بي اي. يبقى اذا البي بي اي الغرض منها ان اكريت ديزاينز جديدة، اكريت حاجات جديدة ورك فلو، عشان هذا الورك فلو يبدأ يحصل له عملية امبروفمنت، خلاص. يعني مش لازم اقعد في قوالب جامدة طول عمري، لا والله، لو في ابديت جديد، لو في تحسين جديد هيضيف ليا في البيزنس بروسيس مانجمنت، واي نوت، ليه لا. طيب بعد كده بيزنس بروسيس ري انجينيرنج بي بي ار، دي معناها changing the fundamental way in which the organization operate. بمعنى
البي بي بي ار يا جماعه معناها اعاده هندسه العمليات التجاريه. يعني ايه؟ يعني لو في طريقه عندي انا شغال بيها وهذه الطريقه انا معتمد عليها لسنوات طويله، حلو، وهي بعتبرها الاساسيه، ها، اللي بشتغل بيها، ولم تثبت الجدوى منها او ما اظهرتش ان هي على مستوى عالي، انا ممكن اعمل ايه؟ ري انجينيرنج لهذه البروسيس، اني اعاده تصميم، اغير الطريقه اللي شغال بيها طالما انها مش افيشنت او مش عامله اثبات ليا ان هي ذو جدوى ايه؟ كبيره. اوكي يا جماعه، تعال بقى ننتقل لحاجه اسمها بروجكت سبونسر. بروجكت سبونسر، راعي المشروع. ايه بقى راعي المشروع ده بقى؟ بص يا ريس، دايما في الاعلانات يقول لك الاعلان ده تحت اشراف او تحت اداره سبونسر معين، يعني راعي الاعلان او راعي المنتج والحاجات دي. دايما يا جماعه السبونسر هو الشخص اللي بيحاول دايما، ها، ان يكون له مصلحه في نجاح حاجه معينه. فهنا البروجكت سبونسر از ا بيرسون اور جروب، يعني مش شرط شخص، ممكن يكون مجموعه اشخاص، ممكن يكون جروب، خلاص، هو هاز ان انترست ان ذا سيستمز سكسس. يعني السبونسر بتاع البروجكت هو شخص او مجموعه لازم يكون له مصلحة في نجاح النظام. طب ازاي يعني؟ ازاي؟ او هيعمل ايه؟ لا، يعمل كتير. البروجكت سبونسر ده خلاص will work throughout the SDLC. يعني ايه؟ يعني هيشتغل في جميع انحاء السايكل بتاع السيستم ديفلوبمنت. طب اشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ لسه قايلين لازم يكون له مصلحة في نجاح النظام. ليه بقى بيتوغل في كل الاس دي ال سي؟ عشان يتاكد ان المشروع رايح في الاتجاه الصحيح. بص to make sure that the project is moving in the right direction، عشان يتاكد مليون في الميه ان البيزنس رايح في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه الصحيح. The project sponsor serves as the primary point of contact for the project team. يعني ايه؟ يعني يعتبر السبونسر بتاع جماعه البروجكت يعتبر نقطه اتصال اساسيه لفريق المشروع. يعني لو التيم ورك عايز يتواصل مع يعني واحد مع الطرف الاخر، مين نقطه التلاقي؟ مين نقطه الاتصال؟ البروجكت سبونسر. خلاص ماشي يا جماعه. طيب the size or scope of the project، حجم او نطاق المشروع determines by the kind of sponsor that is involved. يعني ايه؟ حجم او نطاق المشروع مين بيحدده؟ ها، نوع الراعي المعني او المختص بالايه؟ بالمشروع. بمعنى راعي كبير، سبونسر كبير، تمام، يبقى المشروع كبير. طب سبونسر صغير او محدود هيبقى مشروع ايه؟ مشروع محدود. Okay. طيب. The project sponsor has the insights needed to determine the business value that will be gained from the system. هذا السبونسر يا جماعه لازم يكون عنده رؤيه عشان يحدد الشغل اللي هم شغالين فيه ده، هل له قيمه؟ ها، تمام؟ وهل هذه القيمه هيكتسبها من النظام اللي شغال؟ يعني انا في عندي سيستم شغال، السيستم ده في الاخر هيضيف قيمه للعمل ولا لا؟ tangible value can be quantified and measured easily reduction in operating costs. بيقول لي هنا انا ممكن اعمل ايه؟ احدد القيمه الماديه خلاص واقدر اقيسها، ها، بسهولة. خلاص tangible value يعني القيمة الملموسة المادية، خلاص اقدر احددها واقدر اقيسها بسهولة. طب اعمل ازاي يعني؟
او يعني او انا عايز اعليها، طيب اعمل ايه؟ اعمل ريدكشن ان اوبريتنج كوستس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دلوقتي يا جماعه البيزنس اونر صاحب العمل خلاص لو عايز يحقق اكبر مكاسب هيعمل ايه؟ لازم يقلل في الاوبريتنج كوستس، في مصاريف التشغيل. الراجل ده بيستهلك كهرباء، بيستهلك ميه، بيستهلك ورق، بيستهلك عماله، بيستهلك مش عارف ايه. لو انا صرفت في الحاجات دي كلها يا جماعه بزخ، فين بقى العائد اللي هيجي لي؟ خلاص. فقال لك انت التانجبل فاليو اقدر اقيسها واحددها بسهوله واعليها كمان عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا اقلل في مصاريف التشغيل. ان انتانجبل فاليو، طب القيمة بقى اللي مش ملموسة بقى، الحاجات اللي مش مادية. Results from an intuitive belief that the system provides important but hard to measure benefits to the organization. القيمة بقى يا جماعة او الـ value الغير ملموس، ها، بينتج عن ايه بقى؟ عن ان النظام السيستم اللي انا شغال بيه هو اوريدي بيوفر فوائد عظيمة للمؤسسة، لكن انا ما اقدرش اقيسها. يعني معلش، يعني انت يعني حضرتك دلوقتي اديتني سيستم اشتغل عليه، خلاص، السيستم بيفيدني في كذا وكذا وكذا، لكن هل هذه الفوائد يا جماعة اقدر اقيسها؟ ده بقى اسمه ايه بقى؟ ده اسمه intangible value، يعني قيمة غير ملموسة. يبقى القيمة الملموسة لا، انا اقدر احددها واقدر اعليها واقدر احسبها خلاص عن طريق ان انا اقلل من مصاريف التشغيل. طب القيم بقى الغير ملموسة، لا، دي ناتجة من ان انا شغال بنظام كويس، خلاص هذا النظام بيوفر لي فوائد كبيرة جدا جدا جدا، لكن انا كمؤسسة اقدر اقيسها؟ لا. اوكي، طيب هننتقل بقى لحاجة مهمة جدا، حاجة اسمها يا جماعة، حاجة اسمها سيستم ريكوست. سيستم ريكوست يا جماعة، هتلاحظوا دايما ان هتلاحظوا ان اول محاضرتين، المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي، فيهم كم نظري رهيب. ليه؟ لانه بيديك الباك بون، يعني ايه سيستم اناليسيس وايه اللايف سايكل بتاعته وايه اهم المصطلحات اللي فيه، عشان كده هتلاقي كم نظري كبير شوية. بس ان شاء الله يعني قدام هنشتغل بشكل عملي اكبر. طيب سيستم ريكوست، السيستم ريكوست ماله بقى؟ The document that describes the business reasons for building a system and the value that system is expected to provide. خلاص، ده يا جماعة ما نطلق عليه اللي هو ايه؟ طلب النظام. طلب النظام هو المستند اللي بيصف اسباب العمل. يعني انا دلوقتي عايز ابني سيستم حلو، وفي قيمة انا بتوقعها لازم السيستم ده يوفرها لي، خلاص. هذا المستند اللي هيقول لي انا هعمل سيستم ليه وايه اسبابه وايه المتوقع من هذا السيستم، هو ده السيستم ايه؟ ريكوست. خلاص، يبقى اذا السيستم ريكوست او طلب النظام باختصار كده وثيقة بتقول لي النظام ده انا هعمله ليه، او بتصف اسباب العمل بيه، خلاص، وايه القيمة المتوقع اللي يوفرها لي هذا الايه؟ النظام. طيب there are five elements for system request، يقول لك في خمس عناصر لعملية طلب ايه؟ النظام. ايه هم؟ عم اول حاجة the project sponsor، نتكلم عنه، usually completes this form as part of a formal system selection process within the organization. يعني دائما ما السبونسر بتاع البروجكت يا جماعه خلاص لازم يكمل هذا النموذج، لازم يكمل نموذج كده
كجزء من عملية اختيار النظام الرسمية داخل المنظمة. يبقى البروجكت سبونسر ده بيكمبليت الفورم الدوكمنت خلاص، الاستمارة او الوثيقة اللي هي بتقول انا عايز استخدم سيستم معين، اللي هي بتقول ان هذا السيستم هيحقق لي نتائج كذا وكذا وكذا. مين اللي بيكملها؟ مين؟ السيستم ايه او البروجكت ايه سبونسر. حلو. طب ايه تاني؟ عندي حاجة اسمها بيزنس نيد. عندي حاجة اسمها بيزنس نيد، يعني حاجة العمل. يعني ايه؟ The business related reason for initiating the system، يعني السبب المتعلق بالاعمال لبدء النظام. انا عايز السيستم ليه؟ انا محتاجه ليه؟ خلاص. طيب the business requirements، متطلبات العمل. خلاص انا دلوقتي خلاص معايا project sponsor، خلاص معايا بيزنس نيد، تمام. لازم بقى يكون عندي متطلبات لهذا البيزنس. خلاص هذا المشروع لازم يكون له متطلبات، وهذه المتطلبات لازم تشير الى قدرات العمل التي سيحتاجها النظام. انا النظام ده بالظبط محتاج ايه؟ ايه البيزنس كابابيلتيز ذات سيستم ويل نيد تو هاف. السيستم ده عشان يتبني، عشان يطلع للوجود، لازم له متطلبات. ايه هي بقى دي؟ هيحددها مين؟ البيزنس ريكويرمنتس. طيب ذا بيزنس فاليو، قيمه العمل، دي اللي ديسكرايبس ذا بينيفيتس ذات ذا اورجانيزيشن شود اكسبكت فروم ذا سيستم. البيزنس يا جماعه فاليو دي بقى بتوصف لي كل الفوائد اللي المؤسسة سوف تجنيها او متوقعها من هذا السيستم. خلاص ايه القيمة اللي هطلع بينها؟ انا كلفت سيستم، خلاص، وشفت احتياجاتي وشفت كل حاجة. ايه بقى القيمة اللي هطلع في الاخر بيها؟ خلاص. طيب بعد كده special issues يعني ايه؟ هل في مشاكل خاصة هتقابلني خلاص وانا بقيم المشروع؟ هل في مشاكل هتقابلني لما اجي اطبق النظام؟ خلاص لازم الحاجات دي يا جماعة لازم تتحط في الحسبان، خلاص، عشان واحد يقول لي طب انت هتوقع الاسوأ ليه؟ معلش، لا ما ينفعش افاجئ بمشكله من نوع خاص تهد السيستم من اساسه. اما انا مكلف وعامل سيستم وبشوف الدنيا ماشيه ازاي وبعمل مونيتورنج براقبه واشوف الدنيا خلاص، وفي الاخر تطلع لي مشكله تهد هذا السيستم من الاساس، مش هينفع. خلاص لازم يكون في مشاكل انا متنبئ ان هي تحصل. اوكي. طيب the completed system request is submitted to the approval committee for consideration. بعد ما خلاص بقى عملت السيستم ريكوست، خلاص لازم اقدمها للجنة اسمها لجنة الاعتماد approval committee. ليه؟ عشان يبصوا فيها. ما انا ما قلتش فيها اللي انا عايزه خلاص، لا، لازم يكون لجنة موقرة تفهم اكتر مني، يكون عندها اكسبيرينس عالية جدا، تبدأ تدرس الموضوع عشان تاخد رأي فيه. the committee reviews the system، اهو بص بتراجع السيستم ريكوست، حلو، and makes an initial determination. اللجنة بتراجع السيستم ريكوست وبتاخد قرار اولي بشأن اذا كان بقى يعني المشروع ده المقترح هيتحقق هيتنفذ ولا لا. If so the next step is to conduct a feasibility analysis. طيب والله لو المشروع ده لقى الاستحسان ولقى اعجاب الناس،
إذن الخطوة التالية هي عملية إجراء تحليل الجدوى، هي حاجة اسمها فيزابيليتي أناليسيس. حلو. طيب تعال نشوف بقى، عشان دي بقى أهم ما في الموضوع، اللي هي الفيزابيليتي أناليسيس. تعال نشوف معناها إيه وإيه خصائصها وإيه كل حاجة عنها. الأول يا جماعة، فيزابيليتي أناليسيس هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن عملية إرشاد للمؤسسة، خلاص، أو توجيه للمنظمة، إذا كان هذا المشروع من الآخر كده منه فايدة ولا مفيش منه أي فايدة. خلاص. Visibility analysis also identifies the important risks associated with the project that must be managed if the project is approved. كما أنها تحليل الجدوى بتقول لك برضو المخاطر المرتبطة بهذا المشروع. خلاص. انت خلاص انت في السيستم ريكوست اتوافق عليه، خلاص، ودخلت في مرحلة الفيزابيليتي اناليسيس، يبقى لازم تقول لك ها ايه هي المخاطر المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع. طيب وفي حالة ان في مخاطر هتعرف تديرها ها ولا لا؟ اوكي تمام. ايه تاني؟ As with the system request. As with the system request. كما هو الحال مع طلب النظام. Each organization has its own process and format for the feasibility analysis. خلاص بقى السيستم ريكوست اتوافق عليه واتدرس من الكوميتي او اللجنه المعنيه وقالت تمام ان شاء الله خير، يبدا مرحله الايه زي ما قلنا الفيزابيليتي اناليسيس. خلاص. كل بقى شركه او كل منظمه لها عملياتها الخاصه وشكلها لتحليل ايه الجدوى. ولكن هنا يا جماعه احنا هنقول او معظم الشركات بتتبع لعمل السيستم اناليسيس او لعمل الايه الفيزابيليتي اناليسيس في تلات تقييمات او تلات مجالات، خلاص، 3 ارياز هي معنيه بيهم. معظم يعني 99% من الشركات يا جماعه بتدور على التلات مجالات دول. طب ايه هم؟ تكنيكال فيزابيليتي، ايكونوميك فيزابيليتي، اورجانيزيشنال فيزابيليتي. الجدوى الفنيه تكنيكال، الجدوى الاقتصاديه ايكونوميك، الجدوى التنظيميه اورجانيزيشنال. خلاص. The results of evaluating these three visibility factors، الناتج بقى يا جماعه، الناتج من دمج نتائج تقييم هذه الثلاث عوامل are combined into a feasibility study. يبقى ناتج دمج التكنيكال والايكونوميك والاورجانيزيشنال فيزابيليتيز، دمجهم يا جماعه بيديني مفهوم جديد اسمه ايه؟ اسمه فيزابيليتي ستادي، اللي هي دراسه الجدوى. خلاص. هذه الدراسه تمام بيتم تقديمها لجنة الموافقة في ايه؟ في نهاية، خلاص، بدء المشروع. يعني ايه في نهاية بدء المشروع؟ ما هو انا لسه ما ابتديتش فعلا، لكن عشان اقول اوكي لازم يطلع تقرير دراسة جدوى عن ان هذا المشروع يصلح او لا يصلح. تعال بقى نشوف كل مرحلة شغالة ازاي وماشية ازاي. احنا عندنا تكنيكال، عندنا ايكونوميك، وعندنا اورجانيزيشنال فيزابيليتيز. يلا اول حاجه عندي حاجه اسمها تكنيكال فيزابيليتي، اللي هي ايه؟ اللي هي الجدوى الفنيه. تكنيكال فيزابيليتي از ذا اكستنت تو ويتش سيستم كان بي سكسسفولي ديزايند ديفلوبد اند انستولد باي ذا اي تي جروب. يبقى الجدوى الفنيه يا جماعه هي الـ 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 الحاجة اللي اقدر اوصل لها او من خلال تصميم النظام، من خلال تطوير النظام وتثبيته بنجاح من الاي تو، من الاي تي جروب، من مجموعة تكنولوجيا المعلومات. خلاص. يعني من الاخر كده الناحية الفنية البنائية بالظبط
it's in essence a technical risk analysis. هو مخاطر تقنية. هل هذا البروجكت، هل هذا السيستم تقنيا هيقدر يجاوب على السؤال ده؟ Can we build it؟ هل هنستطيع ان احنا نبني هذا السيستم تقنيا او فنيا؟ هل عندي التولز اللي اقدر اصمم هذا السيستم؟ هل هقدر اطور هذا السيستم؟ هل هقدر اثبته بنجاح على البي سيز او الورك ستيشنز او السيرفرز اللي عندي؟ خلاص، يبقى في الاخر تكنيكال فيزابيليتي بتطرح هذا السؤال، كان وي بيلد ات، هل يمكننا بناء هذا السيستم؟ طيب، ريسكس كان ان دينجر the successful completion of a project. يعني يمكن ان احنا يا جماعة ان احنا نتعرض للمخاطر. مخاطر ايه؟ ان احنا ما نكملش المشروع بنجاح. عشان كده في جوانب لازم نراعيها. احنا حاليا بنتكلم ناحية ايه؟ التكنيكال يا جماعة. حاليا بنتكلم في الناحية التكنيكال. طب ايه يا عم؟ ايه العوامل دي؟ Users and analysts should be familiar with the application. يعني ايه؟ يعني لازم اي واحد يستخدم النظام او حتى اللي كان بيحلله لازم يكون على دراية كاملة بالتطبيق. خلاص؟ طب ايه تاني يا عم؟ Familiarity with the technology. يعني الالمام بالتكنولوجي اللي شغالة. هم شغالين وليكن دوت نت، شغالين اوراكل، شغالين اوبن سورس، لازم يكونوا على دراية تامة بالتكنولوجي المستخدمة. بروجكت سايز، لازم نعرف حجم المشروع، ايه حدوده يا جماعة، ايه قدراته. خلاص، هل هو حدود مطلقة ولا ايه بالظبط؟ لازم نعرف البروجكت سايز. ايه تاني؟ لازم نعرف حاجة اسمها compatibility of the new system with the technology that already exists. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا هنجيب سيستم جديد، حلو، هذا السيستم الجديد اللي احنا بنعمل له الدراسة الفنية لازم يتوافق مع التكنولوجيا الموجودة بالفعل. لازم الارضية يا جماعة بتاعتي على الاجهزة، السيستمز اللي على الاجهزة تتوافق معاه. ما ينفعش اجيب سيستم من كوكب اخر، لازم يكون في انتجريشن ويكون في او يكون كومباتبل مع مين؟ مع التكنولوجي ذات اوريدي ايه؟ اكزيست، اللي هي موجوده بالايه؟ بالفعل. ادي يا جماعه الايه؟ التكنيكال فيزابيليتي. طيب ندخل على النوع الاخر، حاجه اسمها ايكونوميك فيزابيليتي، اللي هي الجدوى الاقتصاديه. Economic feasibility analysis is also called a cost benefit analysis. بيقول لك هذه الجدوى الاقتصادية لها مسمى اخر. ايه يا عم؟ هو بيطلق عليها يعني ايه؟ الكوست بنفيت اناليسيس، اللي هو تحليل مدى العائد اللي جاي من هذا السيستم. السيستم ده هيجيب فايدة ولا مش هيجيب؟ خلاص؟ يعني من الاخر كده، انا هعمل سيستم واكلفه وابنيه فروم سكراتش وهشوفه متوافق مع النظام الموجود ولا لا، وهبذل مجهود كبير، هل هذا السيستم هيجيب لي في الاخر عائد ولا لا؟ عشان كده الايكونوميك فيزابيليتي بتطرح سؤال اخر، should we build the system؟ هل يجب علينا ان احنا نبني هذا النظام؟ يعني ايه يجب عليك معاه؟ يعني هل هيكون له جدوى؟ هل هيكون له فايدة؟ خلاص، التكنيكال فيزابيليتي لو خدتوا بالكم طرحت السؤال، هل هنقدر نبني فنيا؟ هل عندي الاعدادات ومخطط كويس وعامل حساب مشاكل ومخطط ان انا هبني؟ عشان كده بتطرح ايه؟ Can we build it؟ لكن الايكونوميك فيزابيليتي بتطرح should we build the system، هل يجب علينا ان احنا نبني النظام؟ هيحقق العائد منه؟
هيحد المرجو منه اقتصاديا. خلاص طيب، عندي حاجة اسمها كاش فلو اناليسيس اند ميجرز. كاش فلو اناليسيس اند ميجرز اللي هو ايه بقى؟ تحليل التدفقات النقدية ومقاييسها. تعال نشوفها كده واحدة واحدة. IT projects involve an initial investment، يعني مشاريع تكنولوجيا المعلومات يا جماعة بتتضمن استثمارا اوليا. خلاص، that produces a stream of benefits over time، يعني مشاريع الاي تي يا اخوانا فيها استثمار اولي بس بينتج عنه يعني فوائد بس بمرور الوقت. يعني ما تنظرش منه انه في اول شهر او شهرين او ثلاثة انه هو يحقق لك عائد، لا، ده انت عايز حاجة كده على اللونج ران، حاجة على المدى ايه الطويل. خلاص، كاش فلوز التدفق النقدي، خلاص، both inflows and outflows، خلاص، are estimated over some future period، يعني التدفقات النقدية يا جماعة سواء الداخلة او الخارجة، خلاص، يجب ان تقدر او يجب ان يتم تقديرها خلال فترات مستقبلية. ده بيأكد الكلام اللي قلناه من شوية، ان انت ما تنظرش عائد حالا او بعد شهر او بعد مدة قصيرة، لا، انت لازم تبص لي future period، يعني فترة مستقبلية. ازاي بقى؟ عايزين نشوف الحوار ده باسلوب عملي. بص يا عم، دلوقتي ده simple cash flow projection، ده تدفق خلاص نقدي بسيط. هنا عندي المشروع خلال ايه بقى؟ بص year zero، يعني لسه ما فيش سنة، year one، year two، year three، وادي التوتال، وهنا التوتال benefits، وهنا التوتال costs، يعني ادي اجمالي العوايد، وهنا اجمالي التكاليف. خلاص طيب، ما نيجي نبص كده يا جماعة year zero، هنا مفيش اي حاجة. طب بعد اول سنة 45,000، بعد ثاني سنة بقوا 50,000، بعد ثالث سنة، واضح ان بص خلي بالك العيب بيزيد، ها، ثالث سنة 57,000، يبقى في خلال ثلاث سنين حقق لي توتال بنفيتس 152,000. طب الكوستس بقى، بص في اول يير انا كلفت 100,000. واحد يقول لي ليه يا عم حبيبي، ما انا بقيت المشروع فروم سكراتش، كلفت بقى اي تي كونسلتنت، مستشار تقني، اجراءات، تراخيص، اناليسز، ديزاين، خلاص دي كلها مصاريف اتكلفت عليا. طب ادي اول سنه، طب بص ثاني سنه كده 10,000، طب ثانيه 12,000، ثالث سنه 16,000. واحد يقول لي بقى في اول سنه 100,000 وبعد كده 10 12 13. ايوه يا حبيبي، انت كلفت في الاول، انت المبلغ الكبير دفعته في الاول، بعد سنه دي مصاريف عشان بس ايه تحافظ على السيستم، مينتنس مثلا، مصاريف صيانه السيستم، خلاص جاست اوكي. طيب ماشي يا جماعه. في عندي بقى حاجه اسمها ايه، في عندي حاجه اسمها common methods for evaluating a product's worth، يعني ايه؟ يعني في عندي اساليب كده وطرق ممكن احدد بيها قيمة هذا المشروع، ممكن احدد اقول هل هذا المشروع هينتج عنه قيمة او فايدة ولا لا. فقال لك ايه بقى؟ فقال لك في عندي حاجة اسمها ROI، في عندك حاجة اسمها ROI، يعني ايه؟ يعني return on investment، عائد الاستثمار. هذا العائد حطه كده في قانون، قال لك عائد هذا عائد الاستثمار عبارة عن ايه؟ عبارة عن total benefits، خلاص، minus total costs over total costs، يعني اجمالي الفوائد اللي انت خدته من المشروع في الثلاث سنين ناقص اجمالي التكاليف اللي انت صرفته على المشروع خلال الثلاث سنين. دي كده
طلع قيمة واقسمها على إجمالي التكاليف، واقسمها على إجمالي التكاليف. خلاص ده يا جماعة اسمه ايه بقى؟ اسمه الـ ROI اللي هو معدل او عائد الاستثمار. في عندي حاجة اسمها ايه؟ break even point. break even، شايف يا جماعة؟ شايف معنى النقطة دي يا جماعة؟ دي اسمها نقطة التعادل. يعني نقطة التعادل يعني امتى اللي هي التكاليف تبقى قد المصاريف، هذه النقطة. خلاص هي نتيجة التقاء الاكس ده بالايه؟ بالايه؟ بالاكس دوت. اوكي؟ طيب discounted cash flow technique. عندي تقنية تانية يا جماعة اسمها ايه بقى؟ اسمها التدفق النقدي المخصوم. التدفق النقدي المخصوم discounted cash flows are used to compare the present value of all cash inflows and outflows for the project in today's dollar terms. يعني ايه تقنية يا جماعة التدفق النقدي المخصوم دي؟ بتستخدم لعمل مقارنة. طب هتقارن بين ايه؟ هقارن بين القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع. خلاص خلاص. يعني انا بعمل ايه؟ كومباريزون كده بين الكاش فلو اماونت، خلاص تمام، الانفلو والاوت فلو، خلاص، واشوف الايه، واشوف انهي اكتر، وتكون بالقيمه الدولاريه لليوم، يعني تكون بعمله اليوم. خلاص زي ما في عندي برضو نت بريزنت فاليو او الان بي في، صافي القيمه الحاليه. صافي القيمه الحاليه يا جماعه الان بي في هي عباره عن ايه؟ عن ديفرنس بتوين ذا توتال بي في اوف ذا بينيفيتس اند ذا توتال بي في اوف ذا كوستس. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اجيب صافي القيمه الحاليه، بقارن برضو قيمتين او بعمل فرق بين قيمتين، بشوف اجمالي القيمة الحالية للفوائد، يعني المشروع ده او السيستم ده حقق لي قد ايه، وبطرح منه اجمالي القيمة الحالية للتكاليف، بعرف صافي القيمة الحالية. ده ما يطلق عليه يا جماعة الـ NPV. اوكي طيب ماشي يا جماعة. طيب طبعا الشكل اهو قلناه قبل كده برضو، وادي ال بي في اوف توتال كوستس، ادي 100,000 اهو. طب 100,000 خصمت منهم 10، خلاص هنا في 10 وفي 12، هنا التوتال كوستس في خلال. بص في بي في توتال بينيفيتس وفي بي في توتال كوستس، خد بالك ده ايه زي ما قلنا اهو. بص ده اجمالي قيمه الفوائد، والتاني اجمالي قيمه الايه؟ التكاليف. خلاص فهنا اهو طلع لي كده في الاخر ادي 125,000 وشويه، وهنا طلع لي في الاخر كام؟ 131,000 ايه وشويه. خلاص اطرح القيمتين من بعض هيديك ايه بقى؟ ها هيديك ايه؟ هيديك ال NPV اللي هو صافي القيمه الحاليه. طيب تعال بقى نروح ستيبس كده عشان اكونداكت ان ايكونوميك فيزابيلتي اناليسيس. يعني انا عايز خطوات عشان اعمل اجراء تحليل الجدوى الاقتصاديه. اعمل ايه بالظبط؟ انت توهتني. اعمل ايه؟ رقم واحد ايدنتيفاي كوستس اند بنفيتس، احدد التكاليف والعوائد. رقم اتنين اساين فاليوز to costs and benefits، اعين قيم او احدد قيم للتكاليف والفوائد. نمبر 3 determine cash flow، احدد التدفق النقدي، قلناها هتتعمل ازاي. نمبر 4 assess project's economic value، يعني تقييم القيمه الاقتصاديه للمشروع من خلال ايه؟
من خلال قلنا من شويه ال ار او اي عائد الاستثمار، البي اي بي خلاص افضل الممارسات البيئيه، والام بي في اللي هي صافي القيمه الحاليه. خلاص دي يا جماعه اسمها ايه بقى؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها ستيبس انا لازم اقوم بيها عشان اعمل تحليل للجدوى الاقتصاديه لسيستم معين. خلاص؟ طيب اول خطوه اللي هي الايدنتيفاي كوستس اند بينيفيتس، تحديد التكاليف والفوائد. The costs and benefits and be broken down in four categories. طب انا هحددها ازاي؟ خلاص في عندك حاجه اسمها development costs، في عندك حاجه اسمها مصاريف تطوير، وعندك حاجه اسمها operational costs اللي هي تكاليف تشغيل. الاثنين دول ها خلاص costs. في عندك حاجه اسمها tangible benefits انها قبل كده الفوائد الملموسة، وفي عندك حاجة اسمها intangibles فوائد غير ملموسة. يبقى عندك اتنين كوستس، سواء هطور المشروع سواء هشغل المشروع، دي حاجات تنفيذية. انا محتاج ها فلوس عشان اطور، دي تكاليف، محتاج فلوس عشان اشغل، ومحتاج معدات عشان اشغل، دي كلها تكاليف. خلاص الفوائد بقى فوائد ملموسة، فوائد عينية أنا شايفها لها قيمة معينة، دي تانجبل. في فوائد تانية غير إيه؟ غير ملموسة. خلاص؟ ال 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 إحنا قلنا ركز معايا أهم، إحنا قلنا أربع نقاط أهم عشان أعمل ها ايكونوميك فيزابيليتي أناليسيس. خلاص؟ آدي أول خطوة إن أنا بحدد ها إيه الكوستس، يبقى الكوستس عندي مصاريف تطوير ومصاريف تشغيل. البنفيتس الفوائد بتاعتي يا اما ملموسه او ايه غير ملموسه. خلاص تاني حاجه اساين فاليوز تو كوستس اند بنفيتس، يعني ايه يا جماعه؟ بمجرد ان احدد ها انواع التكاليف والفوائد، بيبدا بقى حاجه اسمها ايه بقى؟ بيبدا السيستم اناليسيس خلاص يعينوا قيم محدده بالدولار لهم. يعني يا جماعة يعني كل حاجة بيخصص لها القيمة بتاعتها. يعني دلوقتي انا جات لي خلاص او انا كلفت مصاريف تشغيل، بيقول لي بقى مصاريف تشغيل هي عبارة عن كذا كذا كذا، كل كذا فيهم او كل خطوة فيهم بمقابل مادي تحدد، مش كده مش سيبها كده باي لك، لا تحدد مصاريفك بالظبط. طب الفوائد نفس الكلام، الفوائد بيجيلك منها 1 2 3 4، الفائدة الأولى جابت لي 10,000 دولار، الفائدة الثانية جابت لي 15,000 دولار، وهكذا، بحيث أقدر أحدد قيم محددة بالدولار لكل من التكاليف والإيه؟ والفوائد. خلاص؟ طيب، بعد كده Determine cash flow، أحدد التدفق النقدي. قلنا يا جماعه التدفق النقدي او التحليل الرسمي يا جماعه للتكاليف والعوائد خلاص دايما ها بيتم على عدد محدد او سنوات، ما ينفعش اشهر. احنا في الشكل او الاشكال اللي فاتت كنا حددنا 3 سنين، ليه؟ عشان يظهر التدفق النقدي بمرور الوقت، عشان اشوف العائد بتاع الاستثمار بتاعي على مدار 3 سنين. زي ما شفنا اول سنه ما جابش حاجه يير زيرو، اول ما بقى يير 1 بقى فيه ايه؟ بقى فيه بنفيت. خلاص طب اقدر اديترماين يا جماعه الكاش فلو من خلال احنا قلنا قبل كده الار او اي خلاص والبي اي بي والان بي في. اوكي طيب خلاص ادي يا جماعه الشكل بتاعه. طيب كده احنا خلصنا الجزء بتاع الايه الايكونوميك، وده كان اهم جزء يا جماعه، وده كان جزء مهم جدا جدا عشان اعرف انا كلفت ايه وايه الفوائد اللي جات لي. تبقى لينا بس الجزء بتاع ايه بقى؟ الاورجانيزيشنال فيزابيليتي اللي هي الجدوى التنظيميه. الجدوى التنظيميه ما معناها يا جماعه؟ خلاص هي عباره عن how will the system
ultimately will be accepted by its users and incorporated into the ongoing operations of the organization. يعني ايه الجدوى يا جماعه التنظيميه بتمثل في ايه بقى؟ هل هذا النظام له قبول عند المستخدمين واقدر ادمجه في العمليات الحاليه للمؤسسه؟ هو ده يا جماعه معنى كلمه الجدوى التنظيميه. يعني انا جبت سيستم وهصرف عليه ولسه هصرف وهيجي منه عوائد على المدى الطويل ومش عارف ايه، لازم اشوف هذه الجدوى التنظيميه، لازم اعرف واحدد هل هيبقى مقبول عند اللي هيشتغل عليه ولا ايه بالظبط. فاهمني؟ هل هو سهل في التعامل؟ هل هعرف ادمجه في السيستم الموجود حاليا؟ خلاص دي كلها عوامل لازم ايه اخد بالي. There are many organizational factors that can have an impact on the project. بيقول لي في عوامل بقى تنظيمية ممكن يكون لها تأثير على المشروع. خلاص طبعا بقى يا جماعة مين بقى اللي هيحدد بقى؟ And seasoned developers know the organizational visibility can be the most difficult visibility dimension to assess. يعني ايه؟ يعني المطورين بقى يا جماعه الديفلوبرز المتمرسين ها هم عارفين ان الجدوى التنظيميه ديت هي اكتر ابعاد الجدوى صعوبه في التقييم. خلاص عشان كده الجدوى التنظيميه بتطرح سؤال زي ما التانيين برضو طرحوا سؤال. ايه بقى السؤال ده بقى اللي بتطرحه الاورجانيزيشنال فيزيبيليتي؟ if we build it لو احنا بنينا السيستم will they come؟ يعني ايه will they come؟ يعني هل يعني هل في حد هيرحب بيه؟ هل هيلاقي قبول واستحسان عند اليوزرز؟ هل هيندمج مع السيستمز الموجوده ولا هيعطلني؟ هو ده ايه؟ هو ده السؤال. خلاص one way to assess the organizational visibility يعني بيقول لك ايه بقى عشان يعني عشان احدد او اقيم الجدوى التنظيميه في طريقه خلاص احدد بيها هذه الجدوى ايه بقى يا عم is to understand how will the goals of the project align with the business objectives and organizational strategies. يعني ايه الطريقه بقى يا جماعه اللي هقدر اقيم بيها الجدوى التنظيميه في مدى توافق اهداف المشروع مع اهداف العمل والاستراتيجيه بتاعه المنظمه. يعني ايه برضو؟ يعني انا هعمل السيستم، هل السيستم ده يا جماعه ها هيحقق لي المشروع اللي انا ماشي في خلاله ولا هيعطلني؟ خلاص هل الاستراتيجيه اللي انا ماشي بيها في العمل هل هيتوافق معاها برضو ولا هيبقى عائق ها واقف لي كده ومش قادر اتحرك من خلاله؟ ده يا جماعه يعني اهم طريقه او احدى الطرق ان انا اقيم بيها الجدوى الايه التنظيميه. طب في حاجه تاني، a second way to assess the organizational feasibility is to conduct stakeholder analysis. بيقول لي في طريقه تانية اقيم بيها الجدوى التنظيميه، حاجه اسمها اجراء تحليل اصحاب المصلحه stakeholder analysis. ايه بقى مين بقى الستيك هولدر ده؟ بيقول لي الستيك هولدر هو عباره عن ايه؟ عن person group or organization that can affect a new system. يعني ايه؟ يعني اصحاب يا جماعه اصحاب المصلحه في الحوار ده هو عباره عن شخص او مجموعه او منظمه يمكن ان هي تاثر على نظام جديد. project champion system users organizational management other stakeholders.
بيديك بقى ها امثله للستيك هولدر، خلاص، زي مين؟ زي اللي قايم بالمشروع، زي اليوزرز اللي هيشتغلوا على النظام، زي اللي هيقوموا بعملية الإدارة التنظيمية. خلاص، دول كلهم يا جماعة أنا بسميهم الستيك هولدرز، هم أصحاب المصلحة. ما هو معلش يعني اللي عمل المشروع ده أو القائم على هذا المشروع هو ده له أكبر مصلحة إن هو ينجح. اللي هيشتغل على السيستم ده يا جماعة هو برضو عايز يشتغل على السيستم ليه؟ عشان ينجز وينجز وينجز وينجز، فده يعتبر صاحب مصلحة. خلاص، الإدارة التنظيمية للسيستم أو العمل ككل برضو هي أصحاب المصلحة، هم دول بقى اللي يقدروا يقولوا بالظبط هذا السيستم له جدوى تنظيمية ولا ملوش. اوكي يا جماعة، ادي كل يا جماعة الايه كل الفيزابيليتيز اللي احنا مرينا خلالها. خلاص كده خلصنا الشابتر ده، تمام. معلش محاضرتين يعني، كل محاضرة فيهم دسمة شوية مليئة بالألفاظ النظري، معلش، بس لازم تبقى أساس ليك عشان تكمل بعدين إن شاء الله. اوكي.